بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيما. سأل المخالف حين أنهكه العجب هل للحسين مع الروافض من نسب، سأل المخالف هل للحسين مع الروافض من نساب أو ما يحن كف البكاء، فما عسى يجدي ويبدي والحسين قد احتسى يا 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 فأجبتهم يا رائدين ندوات آلية الطرب إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب، من مثله أحيا الشريعة حينما ماتت على أيدي جبابرة العرايب وطأطأت لولاتها فرقا بذلك ونال عالية الرتايا يا 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 لائمين حب الحسين أجننا، يا لائمين حب الحسين أجننا يا حتى سرى وتسلط في الركايا نبكي على الحسين. أيوة حسين ولا لم يزل ذكره نبكي
على الرأس المرتل آية، والرمح منبره فذاك هو العجايب. نبكي على الشبيبة قطعوا ربان رايا، نبكي على خدر الفواطم حسرة. شيخ آيان والعاج عدلوها وارواحهم كلها بذلوها، الريحانة الهادي فدوها. يا حف زينب محضروها من يوم للطاغي خذوها، وتسمع بذنها شتم ابوها. هنا يا ابو فاضل يا خويا، يا ابو فاضل يا تشوة حسين، قالت عناي. انا اريد اقرأها اللي تريد الزهراء وبعدين اقرأ على الانصار، اسمحوا لي. الله يبارك فيكم. اي تقول عناي عناي يا 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 ابو فاضل نصب راس الحسين ويدق عناي، يزيد قبال عيني ونشيد عني عناي. بجيت وصحت وين اخوتي، بجيت وصحت وين اخوتي عني يا ابو فاضل يا خويا، الحق علي يا ابو فاضل يا خويا الحق. معقود وشمادنا بالمجلس قعود، والله بغضن ينجدون وعلى الجود، وعتبنا على مقطوع الزنود. خواتك سبايا يا ابو فاضل اعليك منقود يا ابو فاضل. من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس، أو من شاهدون مهبط الرمايا. يا صح ويا زينب وين عباس، يا صح ويا زينب وين عباس. الليلة باسم أنصار الحسين، وأنتم يا شباب إن شاء الله تنصرون الحسين بهذا الحضور وبهذه الدمعة. أن يألم من يبكي على سيد الشهداء، أن يألم من يحيي هذه المجالس. هذا إمامنا الصادق بأبيه وأمي يقول لأحد أصحابه، يحدث أصحابه يقول لهم اذهبوا إلى مجالس الحسين واحضروا بتلك العزوات.
قال: يا سيدي ابن الزهراء، أنا كنت في المجلس ولم أراك. قال: يا فلان، لما دخلت المجلس أما عثرت بثوب بباب المجلس؟ قلت: بلى يا سيدي. قال: ذاك هو أنا. قال: سيدي، لم لا تتصدر المجلس؟ قال: لما دخلت رأيت أمي الزهراء جالسة أمام المنبر تنظر في وجوه شيعتها ومحبيها. أي والله، وين وين اليواسين بدمعته؟ أي على ابن الذي حز ورقبته؟ أولا يا ابن ما حضرته ولا غسلت جسمه ولا دفنته؟ أنا الوالد المذبوح ابنه وطول الدهار ما في الحزن مصيبة ويشيب الطفل منها، وزينا بحد الحاد بضعنها وريد انشد الركبان عنها. هالشكل ونتها بالمجالس، وإلا مولاتي الزهراء ما محتاجة شيء، تجي وتحضر بمجلس الحسين على شنو تدور؟ مولاتي ما محتاجة أي شيء، إذا هي محتاجته محتاجت نعم تشوف دمعتك على الحسين وتبكي على الحسين. وذكرت لك عن شيخ عبد الزهراء رحمه الله، يقول: سمعتها تنادي وولدا وحسينا. فهالليلة باسم أنصار الحسين، أولئك النخبة الطيبة الطاهرة الذي اختارها الله للحسين ووقفوا من جملة أصحاب الحسين شيبة كبار السن، مثلا مسلم بن عوسج حبيب سلام الله على حبيب برير، وهكذا يا أخواني. لما وقع مسلم مشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر. يقول: جلس عنده الحسين بأبيه وأمي وجزاه خيرا. قال: جزيت خيرا يا مسلم، أنت أمامي في الجنة. فتح عينيه ونظر إلى حبيب، قال: يا حبيب، أدنو مني، أريد أن أوصيك بوصية. يقول: فقلت له: يا مسلم، إذا شئت أن توصيني بعيالك وأطفالك فإني ماضي معك، أنا معك على الأثر. قال: لا، أريد أن أوصيك بهذا الغريب الحسين، لا تترك الحسين، دافع عن الحسين، اقتل دون الحسين. قلت: بلى والله فلا أترك الحسين حتى أقطع. وهاي ليلة العاشر من عاشوراء ينقل هلال للإمام زين العابدين، يقول: يا سيدي، كنت مع أباك الحسين سلام الله عليه يتفقد صحراء كربلاء، يقتلع الأشواك لأن يدري منا بنات راح يمرن وعيالة وأطفال. وإن شاء الله ليلة العاشر أفصل لكم الحال إذا الله أعطانا العمر. يقول: لما رجعت رأيت سوادة بباب الحسين تئن. يقول: لما رآها مولاي الحسين سبقني وهو يقول: خي زينب، لماذا خرجتي؟ قالت: نور عيني، جئت إليك ولم أجدك. بلى أخي، تفضلي. قالت: أبا عبد الله، سيدي، إن أصحابك تبعونا، بعضهم على العافية، غدا إذا أصبح الصباح وحمل وطيس واشتبكت الأسن أخاف يتركوك وهم أجانب. قال أخي: بلوتهم، اختبرتهم، والله وجدتهم يستأنسون بالموت دوني كما يستأنس الطفل في محالب أمه. يقول: أنا لما سمعت مولاتي هالشكل رحت الحبيب، وجدته يقرأ القرآن، سلمت عليه، قلت: عم يا حبيب، القرآن قفل ومفاتيح أهل البيت، والقرآن يأمرنا بمودتهم وبمحبتهم. قال: ما جرى؟ قلت: مولاتي زينب خائفة من الأنصار. قال: لا عليك، تعال معي. يقول: وقف حبيب ونادى: يا أبطال الصفا، خرجوا من كل مكان. نعم يا حبيب، أمر. قالوا: تعالوا معي. وجاء ووقف بخيمة مولاتنا زينب ورمى عمامته، ورمت الأنصار العمائم وجردوا السيوف، ونادى: حبيب، سيدتي، اطمئني، أرواحنا لكم الفداء، والله لا نفارقكم حتى نقتل. مولاتي يا ابنة الزهراء،
لا نفارقكم حتى نقطع يا سيدتي. وفعلا قال لها ستنظرين إلى رأسي معلق نعم برقبة الجواد. وصار هذا على حبيب رحمه الله على كل، لما أصبح الصباح ويجي ذاك الشاب العريس وتتعلق به زوجتي تقول له لا تعوفني لا تخليني، تعال خل نعوف الحسين ونمشي وهاي أمك. بعد على كل ذاك النصراني رحمه الله بعد شوية يشوف لا زوجتهم لازم عمود وجاية تريد تقاتل وياه، تقول له إذا لي حتى أقاتل بين يديك. قال ويحك قبل قليل تمنعيني من القتال، ما جرى؟ قالت يا وهب سمعت الحسين ينادي وغربتايا ووحدتايا يا غايا سمعت صوته لو وقع على الجبال لزلزلها. تقول له صوت الحسين أخذ قلبي، أهالني الحسين، أنا أريد أقتل دون الحسين. فجاء إلى سيد الشهداء قال مولاي أبا عبد الله هذه زوجتي تريد أن تقتل دونك. فجزاها الحسين خيرا وقال لا أخيتا هؤلاء أنذال إذا قتلوك ترمي يسلبوك ما يخليك، ارجعي إلى الخيمة ارجعي أخيتا. ومضى هذا الشاب وقاتل ورجع كل جراحات. اجى الأمة قال لها أمة أرضيتي؟ قالت لا والله لا، هذا دخل للإسلام سويعات دخل للإسلام. بس لكن يا إسلام إسلام أبو علي حسين. رجع الأمة قالها راضية؟ قالت لا ما رضيت حتى أراك مخضب بدمائك، ارجع إلى المعركة وبيض وجهي عند الزهراء الله. ومضى وقتل دون الحسين، وجاب الحسين وشاله وراح غيره وعلى كل وكل أصحابا قتلوا حتى بقى وحيد فريد بلا ناصر ولا معين. ويجي ذاك الشاب ومبين لكم وقاري لكم نعم ذاك الشاب اللي اجى من البصرة الحسين دز رسالة وقراها الشيخ النشهلي رحمه الله. وطلع ذاك الشاب من المسجد الأمة كان متزوج يعني ليلة زواجه، قال هي أمي ضاق صدري سأمت الحياة أين فرسي أين لامة حربي؟ قالت إلى أين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى بساتيني. ما حبي يألم أمي. قالت أخبرني ما جرى؟ قال أمي وصلت رسالة العزيز وهو يطلب الناصر والمعين في صحراء كربلاء. يا الله قلت لعمامك وأهلك يرحون؟ قالها لا أنا ما أنتظر أحد، أنا بأروح لسيد الشهداء، تجي أهلي ما يجون أنا أروح. على كل هاي أمة شد أزرد قل لي أمة سلم على الحسين إذا وصلت. زوجة تعلقت بي قال لها أنت طالق أما أنت يا أمة في أمان الله، هات سيف لآمتي وحلي المهور قبل ما يشتد علي حر الظهر، بل كان الحاق بالصبوط نسلي الطور وفد نفسي وانكتل بالطف شهيد. اي صيح بتعمى وقلبها الفقد ذاب وانا اروح اخلاف عينك يا شباب، لزمة ركابة ودفعها بالركاب شف الطاس ولبس درع الحديد. شوف العزيمة شو تسوي. ودع أمه مشى خطوات وإذا بتلك الأمرأة العجوز أقبلت تقوم وتقع. بني سعيد ولدي قف. قال أمه أما ودعتك؟ أنا رايح للحسين بعد اشتردين يا أمه. قالت ولدي سعيد عندي وصية أوصيك من تصل وادي الطفوف. أي يا ابني من تصل وادي الطفوف سلم على الحسين قبل إيده نيابة عني. قل له يا سيدي أبا عبد الله أنا وولدي فداك يا أبا عبد الله. يقل أول وصيك يا يما وصي لو جبت شباب ابكي علي
الله كربلاش قد أخذت شباب، أخذت علي، أخذت القاسم. وأنا وصيت يا يما وصية، لو شفت شباب ابكي علي أوصيت من أصل وايد الطفوف، وانكت الظامي وتوزعن السيوف. أي بس تصد عينك على الماي وتشوف ذكريني من أسبح في أضل وريد. ولو شفت شباب معرس خلاف وما فرحانة وتهلهل بالزفاف، عرسي يدري بج تذكرين وأخاف بالعرس يتجدد الماتم جديد. أي والله ودع أمه وفارق عياله وسره، ووصل طف كربلا وشاف العنصرة. يوم العاشر من عاشوراء وصل. أمجد خوي طف الضوء، والله جازيك. وصل ساعة الغربة والوحدة، وجد الحسين وحيدا فريدا، ولا يزال أبو عبد الله حقيقة بغربته. وإذا يسمع صوت وغربته ويريد يوصل للحسين، لكن هذا جيش مغطي تلك الصحاري بشكل وآخر. يا أخواني، سمع ذاك الصوت اللي يدخل للقلوب. شنو صوتك يا أبو علي؟ ووحدته وغربته. أقبل سلم على الحسين، سيدي أبا عبد الله لبيك داعي يلا. والحسين يدري على موعد مع سعيد ينتظره، ويعرف أحبابه وأنصاره. قال سيدي أم تسلم عليك وتقول شفاعتك يا أبا عبد الله. قال يا سعيد أنت تشفع وأنت شافع مشفع. حقيقة يا أخوان، كل إنسان إذا صار له علاقة بالحسين شوية ها تمام، يقف ذاك اليوم موقف عظيم بس ويا الحسين. ها يا أبا عبد الله، فهذا سعيد مضى وقاتل ودافع عن الحسين وقتل، ونادى عليك من السلام أبا عبد الله. وجا الحسين شاله وجابه خلاه بين علي الأكبر وبين القاسم، وما فرق الحسين وقعد عند راسه وصاح زينب، ليلى، رباب، تعال نقعد نون نحن على هذا الشاب. هذا أمه ما موجودة، أخته ما موجودة، زوجته ما موجودة، تعال نبكي عليه. الله يا أبا عبد الله شرح ما يا سيدي. وقعدت مولاتي وحنت شبان مثل الورد يزهون. ايمو منا علي ومنا القاسم وحق، والله شبان مثل الورد يزهون وحسافة على الغبر ينامو. يا شبان بالله لا تونون وتقطعون قلبي من تلوجون. الله مولاتي زينب، نعم تلك الشباب قتلوا دون الحسين، ووضعهم الحسين بتلك الخيمة حتى لا تصيبهم الشمس ما قبل الحسين. لكن أقول سيدتي في ساعة من الساعات من وقف للحسين؟ من اللي ظل للحسين؟ من اللي وقف للحسين؟ الله أكبر. بتلك الساعة تصهره حرارة الشمس، اجتمعت الشمس على الحسين. ينقل هاي الرواية أحد الخطباء عن أحد الرواة، يقول لما رأى إبليس هذا الموقف من الحسين تعجب، قال إلهي شدد حرارة الشمس على الحسين واختبر هذا الصبر العظيم. فأذن للشمس أن تجمع حرارتها على الحسين. بكى جبرائيل، بكت الملائكة، ضج جبرائيل بين السماء والأرض، قال إلهي إذن لي أن أظلل للحسين. نزل جبرائيل يظلل للحسين، فتعيني قال حبيبي جبرائيل تنحى لا تحجب بيني وبين حبيبي الله. دع الشمس
نعم تصطهر علي حتى الله يخفف على شيعتنا. لما نظر هذا اللعين إبليس هذا الموقف من الحسين صاح: وعزتك وجلالك وعظمتك ارتفاعك في مكانك، لو كنت أعلم أن الحسين يخرج من صلب آدم لسجدت إليه. هذا السجود للحسين ولآل الحسين. الحسين بذاك الحال اجتمعت عليه الشمس وزينب تريد أخوها تقول يا ناما يسدر في المعركة من يين عطشان خي يا مسلمين، أنا وين اللي يدليني على حسين عن كربلاء؟ أبويا غبت وين يا أبويا؟ يا أبويا فزعة وفرد فزعة على حسين يا أبويا. تريد أخوها، تريد تجي لأخوها، بس ذاك الجيش هاجم. ابن سعد إجا بآلاف مؤلفة، لما نظر إلى زينب قال: ويحكم قفوا. هذه زينب بنت الزهراء، لما نظرت هذا الموقف زينب زاد هضمها، تقول له جيتك فاجد الراي يا اخو، ومن الرعوب تتراجف اعضاي، انا جيت وعلي اعداي توماي توماي، ويقولون هاي ام الخدر هاي ما شرب ماي، ايش تقول يا ابن امي ويا رجواي؟ انا جيت اعتذر يا نور عيناي، يا اخوي انا جيت وما جبت الحرم وياي، يا ابو علي تراين الدهنت من هجمة عداي. ووصلت الى الحسين ووجدته بذاك الحال وجلست عند رأسه، تقول تقربت لي تقربت لي أخي سمعتي وين، وتقربت لي ولقيت الولي متوسد يدي، أنا لقيت الفوت 900 جرح بيه، والله ما هو جرح واحد وداوي. إش كم جرح يا مولاتي، إش كم لوعة، هاي كلها نعم أمام زينب، وزينب تداوي جراحات الحسين وقاعدة يمه. قال أخوي عطشان ما يتقل ماي ما من بالرحايا، قال زينب عطشان ما يتقل أخويا ماي ما من بالرحال بالرحال. قال زينب ظللي لي يا أخويا، قالت للنعم يا أبا عبد الله أنا مطلوبة لك يا أخويا، أنت يوم من الأيام وقفت وظللت علي يا أخويا. بينما هي كذلك وإذا بذاك اللعين أقبل، أخويا العدو والله ضمني ضربني علمتوني أو شتمني ولا انكسر قلبه ولا رحمني. أنا بعد ما أدري أريد أقرأ لكم هايش كم بيت باسم زينب، وأنا جئت للمجلس يا أخواني وحق مولاي الرضا، وهاي على كل دائما قلت له مولاي أبو الجواد هالليلة أنا يعني بغير حال تعبان كذا وحتى بالي، بس مجلسك مولاي وهذا المجلس أنا قلت هدية لمولاي القاسم أخ الرضا الغريب الوحيد، وبترتيبهم ولا والله ما يصير مجلس أبدا، أنا هاي أعتقد بيها وإن شاء الله أنتم كذلك. على كل أحبابي زينب عند الحسين، وذاك اللعين الشمر تدرون ضرب زينب بخاصرتها بكعب رمحه، اي والله. واعظم من هذا حقيقه، وقال لك لا تبكي ولا تلطم ولا تشك ثوبك، تروح يا عمي بيع بضاعتك على غيرنا، اكو ناس هواي لها الشراء تروح بيعها على غيرنا احنا ما نشتريها. على كل زينب عند الحسين وتخاطب ابوها تقول له: يا فارس علي يا حكمة الباري وقدرت نوفل وعتبك تلته وبصارمك مرحب شطرته ومتن النبي برجليك دستك لكل
كل كلمة معنى وبير العلن بسرعة نزلت وحملت السبع بيدك وشلته يا ابويا والخضر ناظرته بالله عليكم الزينب والنو والخضر ناظرته وغلاب يا ابويا وجبريل علمته ونفعته يا اخو سلمان سلمان غسلته ودفن ودفنت يا ابو حسين نذبح ما جيت شفته يا ابو يا شابح العين الجيت اخته انا جيت للعركة وندهت وراع المروة تعذر اخته العين العمى ولا جان شفته يا ابو ابكي عليك سيدي تبكيك عيني لا لاجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية استعد للعزاء جزاكم الله خير.